صباح الخير يا متابعين في التحليل الفني الصباحي لشركة وينز بروكر. إذا مالكو كريم عيد، اليوم 28 فبراير 2023، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار النفط. تداولات أداء ومستقر أسعار النفط خلال تداولات أمس، وده راجع أكيد في المقام الأول لإيجابية الدولار الأمريكي والمخاوف من رفع الفايدة، ولكن انخفاضه بعد بيانات طلبات السلع المعمارة الأساسية دعم النفط بشكل كبير، بجانب خطط روسية لخفض طبعا صادراتها من النفط أيضا دعم النفط، ولا ذلك يحاول خلال الفترة الصباحية لليوم العودة للأداء الإيجابي. دي كانت أهم البيانات والأخبار ولتاريخ المنطقة مع بعض، ونشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معنا الشارت، عودة الأداء الإيجابي لأغلب المؤشرات، أداء إيجابي على الإي إم إي، على السار، على الفلات ترند، ثبات السعر على النقطة المحورية عند 75.15، ثبات السعر على المتوسطات السعرية والمحاولة للتقاطع مرة أخرى لأعلى، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر 77.35 وراها 79.50 وآخر نقطة عند 81.65، مرة تانية كسر 77.35 وراها 79.50 وراها 81.65، السيناريو الآخر المعاكس هيتحقق بكسر 73.10 وراها 71.10 وآخر نقطة عند 69.90. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى لكم أكيد متداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.